بسم الله الرحمن الرحيم. شكرا موقع زيوسيتي على التغطية نتاعو للشق النضالي والوقفة الاحتجاجية اللي كانت أمام مستشفى القرب زيو. معكم عصام الرحماني، كاتب فرع النقابة ديال أعوان الحراس والطبخ والنظافة، تابعة الكونفدرالية المغربية للشغل. أولا تفاجئنا بهذا القرار، قرار نتاع أو شبه قرار اللي كان عبر الهاتف اللي كان ندو به نتاع الطرد أو توقيف بعض الحراس اللي هما ثلاثة الإخوان تاعنا. في البداية احنا تفاجئنا، كنا كنستناو وكنا كننتظروا خير، انتو سمو خير في ديك اللجنة الوزارية اللي حلت بالمستشفى يوم الجمعة، بل أكثر من ذلك الحديث اللي كان يدور بيننا عندما حضرت تلك اللجنة. كنا كنقل بعض الاخوان كيقول لك الحمد لله، هو هادي جات هاد اللجنه غادي تفتح لنا المختبر، هي جات هاد اللجنه غادي تزيد لنا اختصاصات، فهمت؟ اذ بينا نتفاجا وتصدمنا بان مسؤول عن الشركه كيتصل بالاعوان الحراسه وكيخبرهم بالتوقيف لاجل غير مسمى حتى يجي ونشوف واش ندير معاك. اولا هاد الشيء ماشي قانوني، لا في الاعراف القانونيه ولا الدستور ولا في الانسانيه ولا في حتى شي حاجه، فهمت؟ حنايا كان في النقابه كندو بهذا الطرد هذا وقرار التوقيف، لان وبالعكس راه ما يندى له الجابين، بالعكس راه حنايا ابناء هذه المدينه والناس اللي كتزور هذا المستشفى هما ابناء هذه المدينه. شكون كيجي هنا؟ راه جاري وعمي وخالي ولد خالي، وهذا كنعرفو، فهمت؟ بالعكس راه كنتعاملوا على وجوهتنا وراه الكل يشهدوا لنا، راه الحراس تقريبا الكل كيشهدوا لنا، بل اكثر من ذلك راه مين كيكون غياب ولا شي مشكل راه كندخلوا من تلقاء نفسنا وكنفكوا. علاش؟ حيت حنايا يعني ولاد هذه المدينه وما كنبغيوش نتصادموا مع خوتنا، فهمت؟ اذ كنتفاجئوا ملي جات شويه التفاصيل على حساب كيوقع هذيك اللجنه، كنتفاجئوا بواحد المسؤول الإدارة كيعطيهم شكايات، سلمهم شكايات من بعد مواطنين اللي هما مدفوعين، مثلا الحارس فتح الله الإدريسي اللي كيقولوا لك عنده شكاية من واحد المواطنة كتهموا فيها بأخذ الرشوة. أنا هذيك الحادثة مرت عليها 4 شهور، أولا هذه وحدة، ثانيا أنا كنت حاضر معاه، مشينا كنقرقبوا عليها في الدار، قرقبنا عليها لأن اتهمته ظلما وعدوانا، فهمت؟ وانا كنعرفو حق المعرفه انه ما غاديش يدير هاد التصرفات. تقينا عليها في الدار، كنقولوا لها ودي هاد السيد واش عطاك، واش بصح راه كيتهمتيه؟ قالت هكا بتصريح، وكاين ادله اثبات وكاين شهود انها كتقول اسمح لي، قالت له هكا بالحرف اسمح لي اخويا، انا هي ما بغيتش نضرك، انا اللي درت لك هذا المشكل، انا اللي غادي نفكك منه. اذ نتفاجأ بين ليله وضحاها، ضغطوا عليها شي ناس اللي هما معروفين، ضغطوا عليها باش تغير الرأي تاعها وتبقى انسيستيا وتأكد بأنه هاد السيد هاد الحارس عطاها 50 درهم، فهمت؟ اللي كتهمو باطل وظلما وعدوانا. هادي وحدة. رقم زوج، الشكاية اللي بالأخ هشام كيتهمو فيها واحد السيد بأنه قال له أعطيني دجاجة، أعطيني دجاجة وندخلك عند الطبيب. راه والله مسائل، لنفترض انه قال لهذا السيد نيسان جيب لي دجاجه، لنفترض هو الشيء اللي ما كانش، واش كيستاهل عليه انه يتوقف من التليفون؟ انت مريح في دارك وتقول له راك موقوف، تنهبط عندك ونشوف اش ندير معاك. خليه يخدم، تجي انت تجي على خاطرك، خلي السيد يخدم على ولاده. ياك ديك الساعه قول له واش هذا الشيء كاين، خلي يعطيه فرصه ان هاد الناس تدافع على راسها. ياك وداك الشيء خصو يكون قانوني، خصو يكون قرار نتاع التوقيف يعطيني مكتوب، وإلا ضمني أنا إلا أنت يا دابا قلبت عليا، تقول لي أنه هاد الحراس موقوفين وتمشي من جهة أخرى وتثبت أنه هاد الحراس كيغيبوا، وأنت في نفس الوقت موقفهم، تقلب عليا تقول لي أخويا أنا ما عيطتلكش، ما قلتلكش أخويا توقف، فهمت؟ إيه هذا باش ما نطولش عليكم، المعركة نتاعنا قائمة. وما هذه الوقفة إلا خطوة أولى في المعركة ديال النضال،
معركة العيش الكريم والكرامة. وبالمناسبة نبغي نشكر جميع الإخوان، لا بهيئة حقوقية لا بجمعية مجتمع مدني، لا بالإخوان معنا في الاتحاد المحلي للنقابة ولا الاتحاد الإقليمي، لا بالإخوان تاعنا سعيد العايلي ولا السيرفا عبد الله وسي نزيم، كنشكرهم كاملين. الأخوات اللي كانوا حاضرين كلشي كنشكرهم، وإن شاء الله حنايا مازال صامدين كما كتشوفوا الإخوان تاعنا، أنت هو الملجأ الوحيد نتاعهم، العراء هو البرد، وكيقاسيو الويلات ثلاثة أيام تحت البرد، ولا من ولا شي واحد سول ولا شي واحد من السلطات ولا من هاد المسؤولين كيقول شفوهم هاد الناس، فهمت؟ لا حول ولا قوة إلا بالله. معك نجيم أجعير، كاتب الاتحاد المحلي للكونفدرالية الديمقراطية للشغل بزايو. في البداية كنحيي الإخوان في الموقع ديال زايو سيتي على المواكبة ديالهم اليومية والميدانية للمعتصم ديال الأعوان الحراسة والنظافة والطبخ، يعني ثلاثة ديال الحراس الموقفين عن العمل ظلما وعدوانا. كما تبعنا جميع كانت وقفة اليوم، وقفة احتجاجية اللي دعت لها المكتب، اللي دعا لها المكتب المحلي ديال الأعوان الحراسة والنظافة والطبخ التابع للكونفدرالية الديمقراطية للشغل على المستشفى ديال القرب بزايو، وكانت حاضرة مجموعة ديال الهيئات الحقوقية والنقابية والجمعوية. هذه الوقفة هي وقفة إنذارية وفق برنامج مستر ديال الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، ويتزامن والاعتصام المفتوح ديال الحراس ديال الأمن الموقوفين عن العمل كما قلت ظلما وعدوانا، يعني النتيجة ديال تصفيات حسابات سياسوية كانت تمت في الانتخابات الأخيرة. نقولها بشكل علني أننا في الكونفدرالية الديمقراطية للشغل بعيدون كل البعد عن هذه الصراعات السياسوية التي تمت خلال شتنبر، وبالتالي قرار ديال التوقيف ثلاثه ديال الحراس ديال الاعوان جاء نتيجه للتصفيه ديال هذه المساله هذه ديال الانتخابات، وعليه حنا كنحملوا المسؤوليه الكامله للسلطه المحليه انها باش تدخل مع مندوبيه الشغل ومع الشركه لارجاع الموقوفين، لان ثلاثه ديال الاخوان مزوجين وعندهم الاولاد، يعني كاين تشريد ديال ثلاثه ديال العائلات عباد الله. واش ما كاينش شي واحد رازين، شي واحد مسؤول، شي واحد عنده واحد غير واحد شويه ديال العقل في هذه المدينه ويدخل ويفك المشكل ديال ثلاثه ديال الاخوان اللي موقفين؟ راه الخبزه هذه كتقول لي علاش تمشي تنتحر ولا علاش تقتل ولا علاش تفجر راسك؟ راه هذه الممارسات هذه ديال بعض، اقول بعض المسؤولين اللي، وبالتالي راه الاخوان اللي توقفوا باش يعرف الراي العام راه توقفوا لانهم كيخدموا في المستشفى، لانهم كيدقوا على الطبيب في الجوج ديال الليل وفي الثلاثه ديال الليل باش يخرج يخدم مع المواطنين ومع السكينه ديال زايو، ماشي التهمات المجانيه اللي كتم وكتلفق بطبيعه الحال بالتنسيق مع بعض الاطراف. وبالتالي نحمل المسؤوليه الجهات المسؤولة إقليميا جهويا وطنيا، وفي مقدمتها بطبيعة الحال المسؤول الأول على المدينة السيد الباشا. وبالتالي حنا كننتظروا وكنترجوا خيرا في اللقاء اللي غادي يكون غدا مع السلطة المحلية والنقابة، وطبيعة الحال إذا كان شي مسؤول ديال الشركة كما تم التصريحات سابقا، حنا ما عرفناش سمية الشركة وما عرفناش مول الشركة، يعني غريب أمر هذا المجتمع وهذه المدينة هذه إذا كان شي واحد شركة ودخل في السبيطار وحنا كسلطة ولا كمجتمع مدني ما عارفين السمية، يعني استغرب لهذه التصريحات واستغرب لهذا الكلام، لان خص تكون عارف من الشركة فين كاين من اجل التواصل، من اجل اكدنا مرارا وتكرارا ان اللجنة الوزارية التي جاءت الى مدينة زايو يوم 28 يناير الجمعة المنصرم كنا نعتقد او استبشرنا خيرا على اننا ستكون يعني عندنا مجموعه ديال التخصصات وغادي يكون التجهيز ديال المستشفى وغادي يزيدوا الموظفين وغادي يزيدوا المستخدمين، ولكن مع الاسف الشديد جاءوا بقرار ارتجالي، قرار طبخ في اماكن معروفه على مستوى ديال التوقيف ثلاثه ديال الاخوان. حنا معهم يعني بشكل نضالي في البرنامج النضالي، فيه الاعتصام المفتوح، فيه الوقفه الاحتجاجيه اليوم، غادي يكون فيه الاضراب عن الطعام، وغادي يكون فيه تخييط ديال الافواه، وبالتالي نحمل المسؤوليه للجهات المسؤوله كيفما كانت، سواء ديال الصحه او ديال الشركه او ديال السلطه المحليه او المندوبيه ديال الشغل، ما قد يترتبوا عن هذا القرار الارتجالي. عندنا هذا البرنامج النضالي، وعندنا بطبيعه الحال المساطير القانونيه اللي غادي نتبعوها بطبيعه الحال وفق القوانين، وبالتالي الانتماء النقابي افلان
كنقول لك راه الانتماء النقابي حق دستوري، لان من نهار اللي درت النقابه هنا في نوفمبر يعني ولات مجموعه ديال المضايقات ولات مجموعه ديال الممارسات المشينه، لان الثلاثه اللي توقفوا هم اعضاء ديال المكتب المحلي ديال اعوان الحراسه والنظافه والطبخ التابع للكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. كنتسائلوا ومعنا الراي العام لا الهيئات الحقوقيه ولا السياسيه ولا النقابيه، هاد الناس هادو علاش ما توقفوش قبل ما يتم تاسيس ديال المكتب النقابي؟ علاش ما يتمش يعني احالتهم على المجلس التاديبي قبل تاسيس النقابي؟ وبالتالي اذا كان كيعتقد شي واحد ان هذا المستشفى فيه نقابه وحده فانه يعيش بؤسا فكريا. حنا قادين في الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل اننا غادي ننزلوا الجهه هنا على المستوى ديال المستشفى ديال اللي خرج للوجود النتيجه ديال النضالات ديال الساكنه، النضالات ديال الجماهير الشعبيه والنضالات ديال المجتمع المدني، ماشي شي واحد اللي عندنا مسؤول هو اللي دار هذا المستشفى. ومع الاسف الشديد مستشفى راه في غير الحيطان، راه ما كاين لا تخصصات ولا محزنون ولا تجهيز، يعني ها هما الخوت ديال الدريوش. وكان تم التدشين ديال المستشفى امس من طرف وزير ديال الصحه، يعني الدريوش راك تشوفوا يلاه غير البارح عاد والان في مستشفى يعني في جميع التخصصات، يعني داك الشيء جميل جدا. وكنتمناو حتى حنا في هذه المدينه اننا نوصلوا لهذا المستوى هذا. وبالتالي نؤكد من داخل الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل ان الحق ينتزع ولا يعطى، وسندافع عن الحراس ديال الامن لا هذو ولا في جهات اخرى وفق ما يسمح له به القانون بالنسبه لنا داخل الكونفدراليه الديمقراطيه للشغل. وتحيه نضاليه وشكرا.